احنا الحرب اللي انا جايبه انا شخصيا هو استرجاع الكرامه. احنا ما دام فيه مداخيل اضافيه ان شاء الله السنه هذه، التزم برفع الاجور ورفع حتى العلاوه نتاع البطاله، امور ممكن كانت مدبره. اليوم النيه الحسنه والروح الوطنيه العاليه خلات العمال تاع سوناطراك اللي نحييهم من ابسط عامل الى القياديين تاعهم على الشيء اللي هم يقوموا به، ما شفنا مشكل ولا نزاع ولا سوء فهم تفاهم مع ايطاليا. ندخلوا اليوم في الانتاج المشترك، ننتج مع بعض ومستعدين هما باش ينتجوا معنا انتاج ميكانيكي، انتاج سيارات، انتاج البواخر. كاين توجه نحو تدريس اللغة الإنجليزية في الابتدائي، سيطبق هذا القرار هذا العام سيادة الرئيس؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يطبق، لأن باش تدخل الجزائر في العالمية الفرنسية غنيمة حرب، ولكن اللغة الدولية هي الإنجليزية. يكون تعديل حكومي طبيعي، يعني كل حكومة في العالم يجي بعد ظرف زمني وين تتطلب تعديل، لازم الشيء اللي التزمنا به يطبق. يعني ما عندناش الحق نديروا عرض عسكري، ما عندناش الحق نبينوا اللحمه اللي موجوده بين الجيش والشعب بانه جيش امه. ما عندنا اكثر من القدره، عندنا المصداقيه. الاسره العربيه تجتمع في الجزائر، والجزائر اولى بجمع الشمل.